يقول: أثناء قضائي لحاجتي نزل من ذكري سائل أبيض عند الاستنجاء، فهل يوجب الغسل أم الوضوء يجزي؟ الذي يوجب نعم، فهل يوجب الغسل أم يجزي الوضوء؟ الغسل الذي يوجب خروج المني، خروج المني دفقا بلذة، خروج المني بلذة، هذا هو اللي يوجب الغسل. أما خروج السائل الخفيف هذا مذي، مذي ما هو، أو هو ودي أيضا يسمونه الودي، اللي يخرج بعد البول سائل أبيض هذا يسمونه الودي، هذا ينقض، يحتاج إلى استنجاء، يحتاج إلى الاستنجاء وتطهير الذكر ثم الوضوء بعد ذلك، حكمه حكم البول. نعم.